زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، وبكل تأكيد جامعاتنا المصرية الحقيقة في السنين اللي فاتت قدرت أنها تحقق تحسن كبير جدا، ده ضمن كمان رؤية مصر 2030 واللي ركزت على التحول لجامعات الجيل الرابع وربط التعليم العالي بخطة التنمية الشاملة للدولة. خلينا نتابع تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. دكتور، بداية احنا شايفين دعم غير مسبوق من القيادة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف الجامعات المصرية، لو حضرتك تقول لنا التجربة كلها ازاي حصل فيها تطور؟ هو منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية في 2014 وكان عنده خطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي في جمهورية مصر العربية، من هذه الخطط يعني الرئيس قال لهم كده، قال للمسؤولين واشار الى ان عدد الجامعات في مصر غير كافي ولازم لابد من زياده عدد الجامعات المصريه، لان مصر كل شويه في زياده سكانيه فلازم عدد الجامعات يواكب او يتناسب مع الزياده السكانيه اللي بتحصل في مصر. فكان هناك عدد الجامعات المصريه حوالي 20 جامعه، لكن قال لهم انا عايز لكل مليون مواطن مصري جامعه. حاليا دلوقتي في 96 جامعه مصريه ما بين جامعات حكوميه وجامعات خاصه وجامعات اهليه وجامعات تكنولوجيه. كونه يدخل جامعات تكنولوجيه في مصر دي حاجه احنا كنا بنتمناها ونحلم بيها، وده برضه يتواكب مع العصر والتقدم والتطور والرقمنه وكل اللي بيحصل في العالم حاليا دلوقتي من تقدم وتطور بيحصل في مصر. فهذه شهاده للتاريخ ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولى اهتمام كبير وبالغ في للتعليم العالي، عشان كده هو دايما بيطور التعليم العالي ودايما بيشجع الجامعات وبيشجع الطلبه، والدليل على كده سيادتك احنا النهارده بكلمك من مدينه الاسماعيليه، مدينه السحر والجمال، وان شاء الله باذن الله تعالى هيكون معانا السيد الرئيس بعد تقريبا نصف ساعة أو ساعة، وبيكرم لأول مرة في تاريخ مصر أوائل الجامعات المصرية، الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية. قبل كده سيادتك ما كانش بيحصل ده خالص، ولكن هو دلوقتي عن طريق اقتراح السيد الوزير أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واستجاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهيكرم أبنائنا وبناتنا المتفوقين على مستوى جامعات مصر. فهو ما بيبنيش جامعات بس، لا هو بيبني جامعات وبيطور الجامعات وبيطور الطلبة وبيطور أعضاء هيئة التدريس، وده مفهوم الجمهورية الجديدة. فإذا كان محمد علي بنى مصر الحديثة فالسيسي بنى مصر الجديدة، ومصر الجديدة تختلف عن مصر الحديثة إن هو مش بناء الحجر وشق الترع والكباري والمصانع والأسلحة فقط، ولكن بناء الإنسان المصري عن طريق المبادرات المصرية، ومنها مبادرة حياة كريمة اللي جعلت المواطن الموجود في القرية ينعم بكل الوسائل الاجتماعية والترفيهية والصحية اللي بيتناولها المواطن اللي موجود في المدن الكبرى وفي المحافظات، وايضا مبادره 100 مليون مواطن، ومبادره ابدا في الصناعه، ومبادره بالتاكيد يا دكتور المواطن. طبعا يعني زي ما حضرتك تحدثت، وانطلاقا من النقطه دي وانطلاقا من فكره العمل على الاستثمار في البشر، يعني واحنا بنتكلم على انعكاس هذه الجهود بالايجاب على تحسن التصنيف، تحسن التصنيف بان من ايه؟ بان من مستوى الطلبه حتى اللي بيشاركوا في الفعاليات الدوليه وبيقدروا يحققوا مراكز متقدمه، او حتى مستوى وتصنيف البحث العلمي. عايز اعرف من حضرتك فكره ان احنا بنحاول ان احنا نشوف هذا الاثر على طلبه الجامعات المصريه، او حتى لو هنتكلم على الشق الاكاديمي. هو الشق الاكاديمي سيادتك احنا حاليا دلوقتي في تطوير للبرامج، وفي تطوير وبرامج جديده بتدخل الجامعات المصريه، يعني احنا في جامعه سوهاج السنه دي بس داخل حوالي 12 برنامج، وعندنا قبل كده برامج للطلبه وبرامج دراسات عليا حوالي 35 وادي 12، يعني 37 برنامج. وفي نفس الوقت التطوير في الرؤية بالنسبة للتخصصات الجديدة زي التخصصات البينية، وكان لسه وزير التعليم العالي موجود في كوبا وقال لهم احنا في مصر حاليا دلوقتي
عندنا تطور وعندنا رؤية ان احنا نستحدث وندخل التخصصات البينية. واحنا في جامعة سوهاج عندنا كليتين، واحدة خدت قرار رئيس الوزراء وان شاء الله تتفعل قريب، وهي الدراسات البيئية والدراسات العليا، الدراسات العليا كلية الدراسات العليا للبيئة، ودي من الحاجات اللي هي تتماشى مع العصر وتتواكب مع الكوفيد. ومصر كانت مصابة كوفيد 27 في شرم الشيخ، ودي تخصصات تخص الدراسات في المياه طبعا وكل ما يحتاجه العالم حاليا الحقيقه. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حسان النعماني رئيس جامعه سوهاج، بشكر حضرتك يا فندم على كل هذه الايضاحات.